Se llama Tina Embry. تفضل. يا سهام. نعم. شو عم تعملي هون؟ كنت عم بشرب. ليه؟ شبهها قميصك. شو بدنا نعمل يا سهام؟ الوالدة صارت كبيرة بالعمر، نظرها شح وما بقى عم تلحق علينا. طيب ليه ما حدا بيجاوب منكم يا معلم ابراهيم؟ مثل ما بتعرفي انا قليل مروة شوي، والشباب ناطرين طاروه من الطريق. لا هيك ما معك حق، صار لازم نشوف لك شي بنت حليل، حرام امك لازم مين يساعدها. معك حق يا سهام، انا عم افكر بهالموضوع. ايه هلا بقى صار لازم نفرح منك، بس اوعى ما تعزمنا. ولو يا سهام، انت قبل الكل. يا سليم. نعم عندي. اندهني معلم خليل. طلب اذن المعلم نبيل وراه. انا مشغول. طيب روح شغلك. حاضر. اهلا معلم خليل. مساء الخير عم توفيق. يسعد لي هالمساء، تفضل. كيفك يا ابني؟ ان شاء الله مش عم تتعب. شغل بدون تعب بصير. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضل. يسلم زيتي. اهلا وسهلا. كيف الموسم السنة؟ منيح مثل السنة الماضية؟ احسن يا عمي. الله يبارك بالارض. كل ما اعتنينا فيها كل ما عم تتغلي افضل. الارض ما في منها يا ابني. لو كل شبابنا بيعتنوا بارضهم بدل ما ينزلوا على المدن يفتشوا على وظائف لكانت حالتنا بالف خير. معك حق يا عم. مسا الخير. اهلا حياة. يسعد المسا. تفضل. لا والله تفضل. تفضل بابا. يسلموا ايديك. ان شاء الله هالقهوة على ذوقك. عظيمة. يسلم ديتي. هيدي شغل حياة. اوه هلا صارت اطيب. بس يمكن حلوة شوي. دايما الحلو يا عم توفيق بيعمل شي حلو. بدك للحقيقة اتنيناتكم حلوين ولابقين لبعضكم. يعني بقدر بعتبر كلامك جواب؟ ايوه يا ابني. اعتبر القضية انتهت. الله يوفقكم ويسعدكم. المهم ديروا بالكم لمستقبلكم. ما دام انت راضي علينا يا عمي مأكد يا الله بده يوفقنا. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك.
شو قصتك يا فؤاد؟ على حساب بدك تلحقنا؟ شفت حالي تعبان شوي ما عاد رحت. كان لازم تروح تهني يا امي، ما بيسوى، سألونا عنك. تسأل عن العافية. يا امي. شو بك يا تقبرني؟ أحسن شيء أمي حضرين لها العشاء تيكون إجا إبراهيم. إيه الحق معك. ليش إبراهيم ما إجا معكم؟ راح يوصل سهام على البيت. وسهام كانت بالعرس؟ سهام وهند ووفاء وليلى كلهم كانوا عم بيهنوا. ليش انت ما رحت عملت وجباتك تحيطت هالمنفضه ونزلت تدخين؟ انت ما رحتوا لخيي؟ رحت، ايه بكفي. اوعى ما يكفي. اهلا. مساء الخير. مساء الخير، اهلا ابراهيم. بين رجعت اوين؟ شو انا رايح نام هونيك؟ اوعى ما تنام. يلا يا امي. الأكل حاضر. هو تناكل. أنا مش جعان. اوعى ما تكون جعان. شو بك يا فؤاد؟ ما بدك تاكل؟ لا يا امي، انا مش جعان. طيب اقعد معنا، بدي اخبركم خبريه حلوه. خير ان شاء الله. هيك تنشوف. تيجي فؤاد. نعم انا جيت. كول. الموضوع اللي بدي احكيه بعتقد لكم زمان منتظرينه، وبالاخص انت يا امي. شو هو يا ابني؟ انا قررت اتجوز وحبيت اخذ رايكم بالموضوع. يعني خلص قررت؟ ايش عم بمزح؟ عظيم. الله يهنيك يا ابني. مين هي العروس؟ بنعرفها؟ ما اكيد بتعرفوها. سهام. شو؟ وأوين مشوار واحد انتهت القضية؟ شو هي بدك كريستوف كولومبوس؟ لا، بس هيك أسرع من الصاروخ وما إلك بالعادي. صعبة. طيب هلا شو رأيكم؟ يا أمي؟ الرأي إلك يا ابني. عار شو بها سهام؟ المهم تكونوا متفقين. وأنت يا فؤاد شو بتقول؟ كثير منيح. مبروك. وأنت يا نبيل؟ الله يهنيك يا خي. الله يسلمك. مبروك، ان شاء الله عقبالكم كلكم. طول عمرك.